في الصباح كل فرد في عائلة آل رضي مشغول بعمل ما، ماي ورنا تنظفان غرفة الجلوس، بينما أمل تسحب الماء. ولكن أين جنى؟ ليست في غرفة المكتب، وهذا أمر أكيد، ولا في المطبخ أيضا. ما الذي يحدث في العلية؟ يبدو أن جنى تقوم بترتيبها وتنسيق ما فيها. إنه مكتوب بخط اليد منذ عام 1822. الفطور جاهز أيتها الأنسات الصغيرات، ألا تشعرن بالجوع؟ ولكن أين هي جنى؟ أعتقد أن جنى في العلية فوق. ولكن ما الذي تفعله في العلية؟ هل ناديتها يا رنا؟ طبعا سأفعل. جنى الفطور. جنى جنى جنى، هل أنت هنا؟ جنى أنت هنا ونحن نبحث عنك. جنى الفطور ينتظر على الطاولة. جنى ألا تسمعين؟ الفطور جاهز. اسكتي الآن، أنا أقرأ الجزء الأكثر تشويقا. ولكن ما الذي تقرأينه؟ مذكرات جدي. مذكرات جدي؟ أنت تقرأين ونحن جائعات؟ ليس من اللائق أبدا أن تقرأي أثناء تناول الطعام يا جنى. لكنها مشوقة جدا. أخبريني يا جنى، ما تتحدث هذه المذكرات؟ إنها عن آل راضي وبعض الأشياء الأخرى. أهي مشوقة إلى هذا الحد؟ وهل يوجد فيها شيء عن العمة هند أيضا؟ لا، كان هذا قبل ولادتها. إذن اقرأي لنا بصوت عال، أريد أن أسمع. وأنا أيضا أريد أن أسمع. لا انتظري، لا تقرأي حتى ننتهي من تناول الطعام. لا مانع، تريدين أن تعرفي أليس كذلك؟ يا لك من فتاة. من خلال هذه المذكرات يبدو أن جدي كان رجلا حكيما. أمان، يجب عليك أن تذهبي عند السيدة نادية اليوم. هيا أسرع، فالوقت قد تأخر. يا للإحباط ماي، أنا اليوم في عطلة. عزيزتي ماي، هل تعرفين بالتحديد ماذا كان يعمل جدي؟ ولكن كيف لي أن أعرف؟ أظنه كان محاميا. حقا؟ هذا محتمل. مؤكد أن السيد نور يعرف ذلك، لماذا لا نذهب كي نراه ونسمع منه كل تلك الحكايات؟ ما رأيكن في هذا؟ رائع، هيا بنا لنذهب جميعا. جميل أنكن ترغبن في معرفة بعض الأشياء عن الأيام الغابرة، من أين نبدأ؟ ما هي المهنة التي كان يمتهنها جدي لكسب عيشه؟ عفيف راضي، كان محامياً، محامياً جيداً. كان اسمه عفيف راضي؟ قلت لكن ذلك لتوي. لم أنتبه. لقد درس جدكن بجد، وفي ذلك كان مثل جنى، شخصيته كانت تشبه شخصيتها. عثرت على مذكراتها التي كتبها منذ 40 عاماً. ألهذا السبب ترغبين في معرفة المزيد من أخباره؟
نعم، يسعدني أن شخصيتي تشبه شخصية جدي وأنه كان محاميا بارعا. جاء آل راضي مع أجدادي، لقد كانوا يشكلون عائلة معتبرة. من الجميل معرفة كل هذه الأمور عن جدي يا سيد نور. سيد نور، أين هو كريم؟ إنه يفتقد إلى والده، فخرج قليلا ليرفه عن نفسه. أشعر بالأسف عليه، لم يهتم به والداه في حياتهما أبدا. كم كان عمر كريم عندما توفي والداه؟ دعيني أتذكر، سمر كانت في الثامنة وكريم كان في الثالثة. كانت سمر في الثامنة من عمرها وكريم في الثالثة من عمره حين عاد إلي عن طريق البحر. سمر، عزيزتي سمر، صغيرتي سمر. كم اشتقت إليكما، كم انتظرت عودتكما سمر. هل أنت جدي نور؟ نعم عزيزتي، أنا جدك يا سمر. كريم سامحني، أنا سعيد لرؤيتك من الآن وصاعدا، سأكون معك دائما، سيكون جدك العزيز العجوز إلى جانبك، لذلك لا داعي للقلق بعد الآن. انقضت 12 سنة مذ ماتت سمر بذات الرئة ورحلت عن الحياة، ولم يبق لحفيدي كريم أقارب غيري. مسكين كريم، سمر كانت في الثامنة من عمرها، لو كنت مكانها لما استطعت المجيء من إيطاليا مع أخ صغير. لا أصدق بأنها استطاعت المجيء وحدها. كانت طفلة لطيفة وتعزف على البيانو، ومحتمل أنها كانت تشبه أمها، تعزف على البيانو كلما سنح لها الوقت. كلما نظرت إلى أمل شعرت كأن سمر قد عادت. قطعت كل ذلك الطريق ومع ذلك ماتت، طفلة مسكينة أصيبت بحمى وماتت بعد ليلة واحدة من مرضها. بالفعل هي تشبه أمل. تشبهها؟ لقد التقيت سمر حين كنت فتاة صغيرة، ولكنني لا أتذكرها جيدا. ولكن سيد نور، قل لي أي نوع من الرجال كان والد كريم؟ السيد فراس ذهب إلى أوروبا قائلا إنه سيتفوق علي بالعمل، ولكن تبين أن ذلك كان خطأ كبيرا. على ما أذكر التقى بوالدة كريم في إيطاليا، صحيح؟ يا للرومانسية. لم أفكر بذلك هكذا، كنت قاسيا لم أغفر له أبدا، لذلك كان يكتب من حين إلى آخر يطلب مني الإذن كي يتزوجها، لكنني كنت أرفض على الدوام. لقد كنت ناقما على تلك المرأة التي أرادت أن تأخذ ابني مني. سيد نور، أخبرنا متى التقيا لأول مرة؟
كانا معا على متن السفينة نفسها حين كانت في طريق عودتها إلى بلدها من جولة عمل. لو أنها كانت امرأة عادية لكنت تركتهما يتزوجان. لسوء الحظ مريم كانت عازفة بيانو. بعد أن تزوجها قال بأنه لا يستطيع ترك أوروبا. فراس أحب مريم وقد هجرني من أجل إيطاليا. لابد من أنك شعرت بالوحشة في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ توقف عن الكتابة بعد ذلك، لكنه كتب أخيراً يقول بأن سمر قد ولدت. لكنني أظن أن والد كريم كان مستوحداً في ذلك الوقت. أجل، لكنني لم أعرف إلا فيما بعد. قال كريم ذات مرة بأنه يريد أن يصبح موسيقياً، تذكرين ذلك؟ كريم، انسى فكرة أن تصبح موسيقيا. إن كنت رجلا تفوق علي بالعمل. لدي 6 سفن وسيكون لدي 1 أخرى قريبا جدا. تخلى عن فكرة أن تصبح عازف بيانو وأدر شركتي بعد أن تنتهي من الجامعة. هل فهمت؟ آمل أنك فهمت. حسنا، كما تريد جدي. وفيما بعد شعرت بالأسف علي. أنانيتي حطمت حلمه، وأنا متأكد أنه نادم على ذلك، لكنه قام بذلك التنازل من أجلي، وأعتقد أنه لم ينس حلمه في أن يصبح موسيقيا. جدي تماما مثل ما كان لكريم حلم، كان لي حلمي. كان حلمي هو أن أعطي شركتي لكريم ليواصل المسير ويرتقي بالشركة نحو النجاح. كنت أنانيا، أرجوك أن تسامحني جدي، أرجوك أن تسامحني. كنت مسرورا لذلك، فكريم قرر تولي عملي. كنت سعيدا وما استطعت النوم، وما زلت أشعر بالأسى حين أذكر أنه تخلى عن حلمه من أجلي. لقد رفضت بأن أسمح بزواج فراس، وحطمت حلم كريم أيضا. جنى، ألست عجوزاً أنانياً وحسب؟ لا أظن ذلك سيد نور. لقد تصرفت كما يجب أن يتصرف الجد تماماً سيد نور، فلا تلم نفسك. أتساءل إن كان كريم سيوافق. كريم وافق لأنه كان مقتنعاً بالأمر. اطمئن يا جدي، كريم لا يعتقد أنك أناني. آمل أن تكوني محقة. هل أسليتني هذه الخدمة؟ أي خدمة يا جنى؟ أرجو أن تسمح لكريم أن يعزف على البيانو من وقت لآخر. تعالي لنفكر بالأمر. دائما ما كنت أكره أن يعزف على البيانو. ولكنني أعتقد أن العزف يثير ذكريات الطفولة عند كريم، بل أكثر من ذلك. أظن أنه يتذكر والديه حين يرى صورهما فقط، لذا رجاء دعه يعزف، فمن خلال ذلك يستطيع أن يتذكرهما. معك حتى أنني صادرت ذكرياته منه. أنه يعزف على البيانو ليتذكر فراس ومريم. شكرا لك يا جنى، لم أكن أحب أن يعزف كريم على البيانو، لأنني كما ترين رجل عجوز وعنيد. وأخيرا أدركت هذا يا صغيرتي جنى. شكرا لك سيد نور، سيسر كريم لسماع هذا. كريم،
كريم ولدي. جدي أرجو المعذرة. كريم أنا أستحق منك اللوم. لا لا جدي لا بأس في هذا، كنت مرة قرب الباب وسمعت حديثكما. لا تلم نفسك جدي، سأعمل جاهدا لأكون تاجرا كبيرا وسأعزف على البيانو من أجل الترفيه. شكرا لك كريم. شكرا جدي. مذكرات الجد التي اكتشفتها جنى في العلية أوجدت جوا من الدفء والصداقة بين الجميع، وبدأ أن الروابط القلبية بين كريم ونور قد باتت أوثق.